احنا نبدأ بعد إذنك يا عبير الكلام مع فضيلة الشيخ، علشان هو شاف المشهد. حضرتك لما اتكلمنا حسيت ان حضرتك بتقولي لا، مفيش حاجة اسمها زواج قاصرات، ان السن صغير مفيش مشكلة ان نزوج البنات في سن صغير. رأي حضرتك ايه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا دي مهما كان هي دراما، وهي يعني مش حياة واقعية تماما، بل تعتمد على المبالغات والتأثيرات، حتى الصريخ والمؤثرات الصوتية ويعني كلام غير طبيعي. حتى يعني دي مهانة للزوج ومهانة للبنت وأهلها. يعني هل يعقل مثلا المشهد بتاع محمود السعداني، أظن صلاح السعداني أخوه كاتب فهل يعقل ان في اهل هيودوا بنت طفله كده اصلا، يعني لا تستطيع حمل اعباء الزواج ولا تستطيع الحمل ولا الولاده فطبعا ده لا يعقل، دي فانتازيا او حاجه خياليه تماما. ازاي؟ انا بقول لك انا من صعيد مصر، وفي بنات بقى يعني ولاد عمتي متجوزين عندهم 11 12 سنه. تمام قوي، حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي ان ولاد عمي، اصل قالت ما ندخلش في المسائل الدينيه الفقهيه، نتكلم كمجتمع. تمام، ولاد عمك يعني قرايبك، يعني ناس محترمين زي حضرتك، الله يعزك. هل باعوا بنتهم؟ لا خالص. طيب هل مثلا هم عايزين شويه قرشينات وريالات؟ لا ده دقب الجواز عندنا، البنات طيب بيتجوزوا صغيرين كده. يبقى هم ناس عقلاء، هم احرص الناس على بنتهم، صح ولا احنا احرص الناس على بنتهم؟ ايوه، بس يعني انت جبتي لي كده بصراحه هديه، جبتي لي من الاخر ان هم دبست نفسي. ان هم اولاد عمك يعني من اسرتك، يعني انت عارفاهم ناس عقلاء حكماء ناس محترمين. بغض النظر فدولت هل هيسلموا بنتهم؟ هل هيودوا لبنتهم ولدي مثلا معذره يعني يجيب لها تهتك تحمل منه تسقط، او مثلا يجي لها نزيف او كده؟ ابدا. الموضوع في حد ذاته خطر وغلط. الموضوع بحد ذاته واخد ضجه اعلاميه يعني مبالغ فيها جدا. انا لما تتبعت كثير من الحالات بتاعه الزواج المبكر اللي هو بقى القاصرات دوت، ما لقيت فيه اكاذيب، لقيت فيه اصلا الاب فيه تغفيل، لقيت فيه مثلا بيئات يعني معلش تحت المستوى التربيه. كان الاولى باستاذه مثلا بدل ما هي تشوف زواج القاصرات تشوف ليه بيعملوا كده، هم فقراء جدا، هم في حاله جهل وفي حاله مرض. طب ما هو ده بقى نوع من انواع البيع للبنت يا فندم. طيب هل بقى الاستاذه انقذتهم مما هو فيه؟ يعني مثلا الاستاذه لسه ما اتكلمتش خالص. لا ما احنا متابعين بعض، احنا زمايل من زمان. فهل مثلا عندنا مثلا مناطق في اسكندريه في ابيس، وحضرتك متابعه برضو الزوايده، الحاجات كتيره جدا تحت الفقر، ليه ما بيشوفوش المراه معاناتها الحقيقيه اشد من معاناتها في الزواج او في انها طفله او هو كونها بتعاني نقوم نبيعها نزود معاناتها؟ لا مش كده، مش كده. هم هو جائز ولا مش جائز يا شيخنا؟ جائز. طيب. زواج القاصرات، زواج البنت من 11 و12 سنه، هل ده جائز في الشرع؟ ليس في الشرع تحديد لسن الزواج ابدا. هو ده، مفيش تحديد لسن الزواج، ده الخطر. مفيش. وانا طب بلاش الاسلام، انا جاري امريكي زوجته ولدت مش حملت، وعندها 15 سنه ونص ولدت، يعني المفروض تزوج بيها وعندها حوالي 14 سنه ونص. وهو بيقول لي في ولايات في امريكا سن الزواج 16، وفي ولايات اقل من كده. دول مسلمين ولا على دين تاني؟ لا ده دول بقى اعظم ديمقراطيه في العالم امريكا. هل دول متهمين بالجهل، متهمين بالاستغلال؟ يعني زوجته، هو يعني بيتكلم على زوجته مخلفه وعندها 15 سنه ونص، يعني معناها دخلت 14 سنه ونص مثلا. او سواء بقى طفله، كانت طفله بس هي فعلا جسمها قوي يعني تنفع تخلف، لان مش كل البنات يعني على فكره ممكن التركيبه الجسمانيه. طب احنا نستاذن حضرتك ناخد محمود عشان ننقل الحوار للاستاذه عبير. انا مع حضرتك، انا كنت بس